شدد فضيلة الشيخ عدنان القطان خطيب جامع الفاتح الإسلامي خلال خطبة الجمعة على ضرورة اغتنام يوم عرفة بالذكر والدعاء. ويوم عرفة هو يوم مغفرة الذنوب وإجابة الدعاء والعتق من النار، فيعتق الله تعالى من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما أعظم أن نغتنم هذا اليوم بالصيام والذكر والدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح وغير ذلك من صالح الأعمال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام يوم عرفة إنما يشرع لغير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له ذلك اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم. فليحرص المسلم على صيامه، وليأمر كل منا أهله وأولاده بصيامه، ولنجعله يوماً رمضانياً من أجل أن ننال مغفرة الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فطوبى لعبد فقه الدعاء في يوم الدعاء. ولعله أن يحظى المسلم والمسلمة من الله تعالى بالمغفرة والعتق من النار.